لو كنت مكان السيد الياس الفخفاخ، شنو الأولوية اللي ممكن نعطاها في البرامج متاعي؟ أنا نتصور أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي متردي جدا، والسبب الهيكلي والخفي والعميق هو الفساد. لكن الإشكال كيف نفهم في هذا الفساد، وكيف نفكك هذا الفساد، وكيف نشخص هذا الفساد. أنا نتصور الأولوية المطلقة الأولى هي معركة التعليم. لابد من طرح إصلاح هيكلي جذري عميق في المنظومة التربوية. لماذا؟ لأن المنظومة التربوية تنتج قيم ومبادئ ومثل، وهذه القيم والمبادئ والمثل نغرسها في الشخصية القاعدية للمواطن أو للطفل أو للتلميذ. وإذا ما تربى الطفل على هذه القيم والمثل والمبادئ، فإنه سيخلق لديه روح الانتماء إلى الوطن، وسيتنكر للفساد وسيقاوم الفساد. وبالتالي يعني باختصار، أولى الخطوات اللي لازم يعتمدها من أجل نجاح هذه الحكومة، شنو حيثيتك تشوفها أنت يلزمها أو يلزم يقوم به؟ يلزم يقوم، بصراحة يلزم يبين اللي هو إنسان توافقي يحظى يسعى إلى كسب يعني سند سياسي وقاعدة سياسية، لأن المرحلة ما عادش تحمل تجاذبات وما عادش تحمل خلافات، ويجب أن تمر هذه الحكومة بسند سياسي ليس وقتي وظرفي وإنما استراتيجي على مستوى مشاريع القوانين. يلزم الإنسان يكون واعي. كيفاش واعي؟ واعي من جميع الطرق، لكون هذاك الفخفاخ هذاك هو إنسان، هو مخ، كانت تفت الشعب لطايح أهلا وسهلا، واللي ما تفتش ليه وحقرة شو مازال فيها؟ ما عادش فيه. احنا توا التوانسة صفة عامة توان، ولاد أم واحد ولاد بو واحد، شكون أمنا؟ هي تونس الخضراء. أبونا شكون؟ هو العالم هكا ولا؟ إذا كان احنا تونس نخربوها والعالم نحرقوه وما عادش فيها، شكون مازال باش يرجعها للبلاد؟ الحاجة الوحيدة هي الطبقة الشغيلة اللي بطالة وماخذة الدكتوراه نتاعها وماخذة الدبلومات نتاعها وهي قاعدة تحت الحيوط. شنو الكثر في البلاد؟ كثر كان المعيشة غلات، وكثر الفساد، وكثر البركاجات، وكثر الهم في البلاد. يعني علاش يا رسول الله؟ مو طلبت لها بعين الرحمة؟ بعين الرحمة توا تونس، تونس هي الخضرة راه، تونس الخضرة راه، ماهيش حمراء، ماهيش محروقة. حكومة الفخفاخ تتوقع نجاحها ولا فشل؟ إن شاء الله، إن شاء الله في النجاح، إن شاء الله، إن شاء الله في النجاح، وتقف معاه الشعب التونسي، يقف معاه ويكون في المستوى، وإن شاء الله ربي يوفق على خير. والحاجة هي مقاومة الفساد. الفساد هو اللي استفحى هذه الرشوة في كل الإدارات، في كل معناها مرض خطير ينهش في تونس، وما ثم حتى حد ينجمه، لأنه الأطراف المتداخلة فيه من لوبيات من إلى آخره. ثاني حاجة هي الأمور الاجتماعية. أنت تشوف تو في البركاجات، شوف معناها الرعب اللي قاعد يشوفه المواطن، ولا تدخل، ما ثم حتى حد يتدخل، تمشي في الشارع ولادك يخرجوا ما تعرفش عليهم يروحوا ما يروحوش. مناش من الفقر ومن الشباب بتاعنا اللي ماهوش قاعد يخدم. لو كان جات ثم عدالة اجتماعية موزعة على كافة تراب الجمهورية في كل ولاية، معناها ما تلقاش هدايا. اليوم المواطن كيف الشباب بتاعنا قاري ما 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 شايد عليا وبطال، كيفاش حبوا يعمل في قهوة؟ أربعة من الناس يقعدوا في قهوة، ياخذوا في قهوة بعد معناها تلوم عليهم كيفاش ما يعملوش هدايا، هو يتلز معناها. وخاصة يا حبيبي اللي جيبونا في المخدرات، هذوما انواع المخدرات من الخارج، منها حربوش يسموها لافولي، خوك بوه ما يعرفوش، كيفاش حب معناها المجتمع هذا مش يعيش حاليا؟ يعني تعتبر محاربه الفساد اول خطوه لازم يقوم بها الفخفاخ، لانه لو ينحوا الفساد في تونس، تونس غنيه. احنا عشنا في العهد بورقيبه، وعشنا عهد الزين، وعش كنا لاباس في عهد الزين، كانت الخزينه مليانه، جاوا لفوها قسموها الفلوس كله، بعد يقول لك ما فيش فلوس، تونس لباس عليها أغنية لو كان ينحوا الفخر. لأن أنت تشوف لي اللي يجيبوا بالصين، تو احنا مثلا في المعامل، في المعامل التونسي نشكيو ما ثماش خدمة، ما ثماش كذا. أنت كي تعطي للوبيات هذوما اللي يجيبوا في السلعة من الصين ومن تركيا،
جيبوه كيفاش تحب المعمل نتاعنا باش يخدم في تونس باش يخدم الخدامه؟ ماهوش طرد خدامه. لو كان نسكروا ذاك اللي هو المورد ولا الوسيط ولا اللي يحمي فيه في بقايا كبيره معناها باش يحط في جيبه يهمه في الشعب التونسي، يهمه في تونس ما يهموش في تونس، لوسونسيال يعبوا جيبه. لو كان يمنعوا الاستيراد هذا العشوائي والترفيك هذا الكل وراس خويا يا المعامل الكل وتولي تخدم ويزيدوا الخدامه وانت بيع تحب تنصب في هذا في ابو منديل انصب بنتوج تونسي، اش بين الناس صغيره على المنتوجه؟ ناس كل تغير على بلادها، احنا ماتت الوطنيه؟ ماشي بانورمال معناها يلزم حل رادع وحكومه تكون قويه مش خواف او ندري شنو يخاف من جهه معينه يخاف من رجال اعمال، لا لا يلزمنا حكومه قويه جدا وصغيره مش كبيره باش 15 20 وزير ماكسيموم والجدوى معناها كي يكون كي ياخذ قرار ما يخافش خاطر احنا يلزمنا تضحيه مره راي يلزمنا حتى علاش احنا نسوم بور انا روتريتي انا استاذ روتريتي انا بور باش نحو نهارين معناها نهارين في الشهر لمده 5 سنين باش نقعدوا بالبيت خاطر الورثه مش خلوها ولادنا راهي. شكرا لك. هكا ولا؟ مش ربي يفضلكم. ربي. باهي بعد ما مرينا الحكومه الرئيس رسمي الياس الفخفاخ رئيس الحكومه المكلف، انت لو كان جيت مكان الياس الفخفاخ شنو اولى الخطوات اللي تعتمدها من اجل انجاح الحكومه هذه؟ انا بالنسبه لي انا اخويا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لي انا السيد رئيس الحكومه اول اجراءات ياخذها تهديد المنطقه من المشاكل والاجرام اللي قاعد موجود توا والراجل خايف على روحه والشاب خايف على روحه وكيف كيف المشاكل اللي قاعده قايمه كمان. هذه اهم نقطه. والشرطه ترجع لمكانها بقوه كذا كذا الى اخره تمام. وفقهم الله سبحانه وتعالى ما نجمش اقول لك اكثر من هذا، هذه الاجره الاولى. يعني تتوقع نجاح حكومه الفخفاخ ولا فشله؟ ناجح ناجح. بالنسبة للفخفاخ معروف هذا مر بعدة حاجات فهمتي طيبة يعني فهمت. الحقيقة أنا باش نقول لك إن شاء الله نتمنى كل خير منه هو جاي. مواضيع واضحة في تونس هي مواضيع اقتصادية بحتة واجتماعية، الشعب تشوف فيه يعاني تشوف معناها دواليب الاقتصاد كله واقفة، لازم يدور دولاب الاقتصاد والحركة الاقتصادية في تونس وينمي هذا المجتمع اللي يعاني توا مش خالط حتى على المعيشه نتاعو. وكتشوف معناها واقفه جمله معناها رجال الاعمال اول حاجه هي استدعاء رجال الاعمال التوانسه اللي قاعده تهاجرت ومشات تعمل في مشاريع في الافريق وتعمل في مشاريع في المغرب وتعمل في مشاريع في اوروبا وبليجي عليهم باش يخدموا تونس خاطر تونس هي اللي كونتهم، تونس هي اللي خرجتهم رجال الاعمال هذوما. هما ما عنده حتى حق باش يخرج من تونس الا ما يستثمر في بلاده الساعه اول حاجه فهمتني ويخفف من الاداءات هذه على الشعب. الشعب راه ولا يعاني برشا اداءات برشا برشا برشا. انت من فاتورات اللي يخلص فيها المواطن مسكين تشوف معناها التي في طالعه الدنيا كل طالعه هذه ما يدورش الدولي بالاقتصاد راه هذا يبرك القدره الشرائيه. خير التونسي منين يعيش؟ يعيش من بعض القدره الشرائيه ما عادش موجود. تشوف مجازنات مساكن من الصباح لليل ومصاريف ودنيا يعني يخففوا الضغط على المواطن. برشا ضغط على المواطن برشا ضغط على المواطن. تعطيه تو الزملين ما تكملوش شهر من الاداءات ومن الشنية والشيء المعيشه اللي غليت. وبربي ثم حاجه انا نحب نوضحها لرئيس الحكومه اذا كان شي ربي ان شاء الله يوفقه ويشد. ثم حاجه التونسي قاعد يعاني منها هي ثم لوبيات هذوما اللي يتحكموا في الاسعار نتاع حاجات ماهيش باينه معناها المواطن يستخف بها. والمواطن اللمجه نتاع طفل صغير باش يمشي تو للروضه تتكلف 10,000 فرنك زيادات في الحاجات يا غرتك كعبه يا غرت ب 580 فرنك برب تي سويس ب 600 ولا ب 700 تي سويس فيها مغرفه راهي راهو شيء كبير تلهاو بالحاجات هذوما اللي قاعدين يزيدوا فيهم تحت الطاوله هذا يتلهاو بهم. ايجا خويا انت قاعده تزيد تو على وشوفوا مخلص اداءاته ولا هذاك اللي قاعد يزيد. ثم وتله مش مخلص الضو معلم، ثم شركات مش مخلص الضو لتوا والمواطن يجي ديريكت تقص له الضو ويخلص بالاداءات وبالخطايا بالدنيا الكل. شارج كبير علينا شارج برشا كبير بربي يتلهى بالمواطن. اب تحب تدور دولاب في تونس وتخدم الدوليب بالدنيا الكل يلزم يتلهى بالمواطن. المواطن راه هو الركيزه نتاع الدوله التونسيه راه. إذا ما ثماش دواليب تدور ما بين المواطنين في بعضها ما يصير حتى شيء في تونس. نشد رؤساء العصابات الكل. كيفاش تشد؟
الولا يعرفوهم هم. احنا عندنا 60% من الاقتصاد في السوق السود ميزانية تونس ولا اكثر. هذوك هم اللي مبركين البلاد. هذوك هم الناس اللي لازم يشدوهم نوقفوهم كلهم نصدروا لهم اموالهم فهمني ونعملوا سيستم باش حتى حد ما عاد ينجم يخدم معنا خارج الدولة. ونقصوا في الاستيراد من الخارج خاصة البضاعة التركية اللي غرقت السوق. وقضات على برشا تجار في تونس. ثالثا نعملوا 10 وزارات هكا ونتخلوا على كتاب الدولة وعلى المستشارين وعلى هالهلمة هذه كلها لخاطر الفلوس كلها ماشي غادي. شو قداش من حكومة من 2001 جات تو كل حكومة تجي مع 43 معناها ما بين وزير وكاتب دولة وبخلاف كل وزير وكاتب دولة شو يجيب معناها عباد معاه شو قداش من 1000 شهرية خارجة هكاك في الهواء. ونحب والمهم برشا 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 حب نقولوا انا شو احنا بدا معنا نظام برلماني في تونس مستحيل باش ننجح. مستحيل تونس مستحيل باش خرب مش باش خرب بالكل على خاطر النظام هذا يخلي هذا مكبل الدوله ما ثماش هيب الدوله ما ثماش دوله ما عادش يخاف هو المجرم ما عادش يخاف من الدوله تجلس تبراكي وتضرب وتفك جهار باري فوق يجي يقول لك اعطيني نتاعك كان عجبك فهمت لازم ثم هيب الدوله ثم واحد بركه يحكم طالب حل البرلمان حل البرلمان ويعاودوا يعملوا حكومه يشدها رئيس جمهوريه هكا هو ما ثماش هذه لا احزاب لا حتى واش نيه متن حزب كل واحد ياخذ في باي خشني البرلمان ولا يحكم تخدم شكون ما عندوش بكالوري يحل في فمه يا اخي ويتكلم يا اخي ويحكم تاع شنو يا اخي والناس كلها تقضي في مصالحها ويخدموا في جماعتهم ويخدموا انا عندي زبنات تخرج ما باش يخدم وثم شكون تخرج عملاه ولا يخدم ثم شكون ما عندوش حتى باكو يخدم انا نعرف شكون يخدم مستشار هو نيفو سيوماني بريمير يخدم على الساس في حياله انا نعرف عقل معرف كيف كنت راهو تاع شنو تاع شنو ما يلزمنا احنا توا رئيس دوله رئيس بركه كما كان قبل احنا استعمار فرنساوي نظام رئاسي احنا نحبوا انا واحد من الناس نتكلم باسمي وباسم الفريق مش بتاع تونسي نحبوا نظام رئاسي شكرا لك شنو الاحزاب ولا شنو فهمتي برلمان ثماش حكم في تونس ما عندناش ما ثماش هي بالدوله ما ثماش دوله ما دام ثم الناس كلها تحكم كل واحد يقول لك بالراس يحدد نحن توا في حكومه الرئيس الياس الفخفاخ رئيس الحكومه المكلف انت لو كان جيت مكان الياس الفخفاخ اولى الخطوات اللي تعتمدها من اجل انجاح الحكومه هذه شنو تعمل؟ والله مهم برشا حسب رايي التشاور مهم برشا انه تكون الناس الكل يعني متفاهمه مع بعضها خاصه في الوضع الحالي برشا اختلافات وبرشا اراء متضاربه وهذا يقول لك كي وهذا يقول لك لا وبرشا كل واحد كل عباد تخمم على رواحها كل حد يخمم على كرسي وعلى بلاصته وعلى المصلحه الوطنيه مالوريزمون ما عادش هي اللي مقدمه المقدم توا هو حزبي وحزبك ومصلحتي ومصلحتك فهمت وهذا مش لصالحنا معناها انا حسب رايي ما كان يسال في الفخفاخ اني نلم وما نفرقش حاول انا عجبني بون قيس سعيد وقت اللي حب يكمل يحط المسؤوليه على البرلمانيين هو انا شنو اقترحت والباقي عندكم انتوما بالاجماع باهي معناها الفكره هذه باهي في بلاصته هو معناتها شنو نعمل شنو تعمل باش تنجح الحكومه اول حاجه تستشير الاحزاب الاخرين كل مش تعملش حاجه من راسك فهمت باش ما تاكلش كف تستشير الناس كل انت تستشير الناس الكل كنت في مكان شنو يا اخي شوف ناس عندها خبره خير منك انت ناس كانوا قبلك معناتها وزراء وكل عندها خبره شوف رايهم شنو ما تغلطش معناتها ما تعملش من راسك ولا تسمع حزب واحد الناس كل ما تعاديش حتى حد هذيك هي وشنو الخطوات اللي باش تقوم بها باش تقضي على الفساد اللي هيمن في البلاد والله اول حاجه هي الامن طريق الامن فهمت اول حاجه هي تشوف شكون تحطه في بلاصه باهيه ما تعيشد لك الامن امن نتاع البلاد كي تحفظ على الامن ما عادش تخمم حتى شيء البلاد تمشي مريقله